بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدونة العتال المعلومات. إن شاء الله النهاردة معانا تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد، هو تطبيق الإنترنت داونلود مانجر لهواتف الأندرويد. أيوه زي ما سمعتم بالظبط، هو برنامج الإنترنت داونلود مانجر. طبعا الإنترنت داونلود مانجر هو برنامج مخصص أصلا لتحميل الملفات على الويندوز، هو برنامج مشهور جدا وكل الناس عارفينه. فالنهاردة هنستعرض النسخة الخاصة بهواتف الأندرويد، ولكن مش النسخة العادية، لأ دي النسخة البلس اللي هي المدفوعة اللي ما فيهاش إعلانات، اللي هي ما فيهاش اي مشكله تماما. طيب عشان ما نتكلمش كتير، طبعا رابط تحميل التطبيق هيكون موجود اسفل الفيديو للاندرويد. زي ما احنا شايفين انا هنا مثبت التطبيق عندي على الموبايل اهو، اي دي ام بلس. نيجي اول حاجه نفتح التطبيق مع بعض، بيفتح معايا بالواجهه اللي احنا شايفينها دي. عندي هنا بعض الاختيارات. تمام، الجميل في التطبيق يا جماعه والمميز في التطبيق ان هو بيحمل ملفات التورنت كمان. زي ما احنا شايفين هنا عندي اختيار تورنت، اقدر احمل تورنت على الموبايل بتاعي من غير ما انزل ابلكيشن للتورنت مخصوص، لا ده هو الاي دي ام نفسه جواه ميزة تحميل ملفات التورنت. طبعا في سيتنج في البرنامج مش محتاجين فيها اي حاجة، دي بعض الاعدادات الجنرال سيتنج. لو انت حابب توقف الفيديو وتشوف الاعدادات اللي انا عاملها عشان تعمل زيها مفيش مشكلة، زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام، في حاجات انا مغيرها، فلو انت حابب تعملها زي ممكن توقف الفيديو وتعملها زي ما انا عاملها على الموبايل عندي. في مشكلة واحدة بس جوه التطبيق، هي اللغة. طبعا التطبيق بيدعم اللغة العربية زي ما احنا شايفين في تحت اللغة العربية، ولكن لو اخترنا اللغة العربية وجينا قفلنا التطبيق وفتحناه هيفضل زي ما هو انجليزي، مش هيتأثر بتغيير اللغة. فيفضل ان انت تستخدمه انجليزي زي ما هو، هو سهل مفيهوش اي حاجة صعبة. هنشوف مع بعض دلوقتي، هنيجي نرجع. طبعا التطبيق فيه ميزة كمان، ان انت تقدر تتصفح المواقع من جواه. يعني في متصفح، العلامة اللي فوق اللي احنا شايفينها مع بعض دي، لو ضغطنا عليها اقدر من خلال العلامة دي ان انا ادخل على اي موقع انا عايزه. طبعا سريع جدا زي ما احنا شايفين، ويمكن اسرع من جوجل كروم وفايرفوكس الخاص بهواتف الاندرويد. طيب هنعمل تجربة كده ونحاول نحمل اي فيلم مثلا من موقع اي جي بيست مثلا. الموقع ده شرحناه قبل كده وقلنا ازاي نحمل منه الافلام. زي ما احنا شايفين بيفتح معايا الموقع بشكل سريع جدا. طبعا في ميزه حذف الاعلانات من المواقع، لو جينا هنا فوق كده بصينا هنلاقي هنا عندنا حاجه اسمها بلوك ادز، اللي هي حذف الاعلانات او عمل بلوك للاعلانات. تمام، طيب هنيجي مثلا نحمل اي فيلم مثلا، الفيلم ده هنضغط عليه مره واحده هيحولني على صفحه الفيلم. زي ما احنا شايفين اقدر احمل من جوه التطبيق نفسه. هنزل هنا على تحميل، هدوس على كلمه تحميل. زي ما احنا شايفين مباشرة بتظهر لي واجهة التحميل. تمام، عندي هنا بيظهر لي زي ما احنا شايفين سايز حجم الفيلم 352 ميجا. هنا هيتحمل عن طريق الواي فاي. كل اللي عليا ان انا ادوس على كلمة ستارت هيبدأ التحميل. هدوس على كلمة ستارت، زي ما احنا شايفين ظهر لي مربع اخضر ان التحميل بدأ. لو نزلنا بشريط الاشعارات من فوق هنلاقي ان التحميل شغال معايا بدون اي مشاكل وبسرعة الانترنت الكاملة. هو بيسحب كل السرعة عشان يحمل لك الفيلم او ملف اللي انت حابب انك تحمله. لو ضغطنا على التحميل دوت هيحولني على صفحه التحميل اللي جوه البرنامج نفسه زي ما احنا شايفين مع بعض. لو انا حابب الغي التحميل بدوس على علامه البوز الاول اللي هي الشرطتين دول، وبعدين بضغط ضغطه طويله على الملف نفسه. تمام، بالطريقه دي. وبعدين باجي هنا بختار كلمه ريموف او ريموف اول. تمام، وبدوس على ديليت، بيشيل لي الملف اللي انا كنت بحمله ده. في حاله لو انا حابب ان انا اكنسل التحميل، اما لو انا حابب اكمل التحميل بسيبه شغال زي ما هو عادي جدا. ده بالنسبه لتحميل الملفات. طبعا اي حاجه بتحملها بتكون بنفس الطريقه، بيظهر لك نفس الشكل وتدوس على ستارت بيبدا يحمل معاك. طيب بالنسبه لتحميل ملفات التورنت هنقفل التطبيق خالص. زي ما احنا شايفين انا هروح عندي هنا ملف تورنت كنت حاطه على الموبايل، ده ملف تورنت اهو. تمام، طبعا انت بتنزل ملف تورنت عندك على الموبايل وبتضغط عليه ضغطه واحده بيبدا معاك مباشره التحميل داخل التطبيق على طول. زي ما احنا شايفين بيدي لك مساحته 7 ميجا، ولو دوست على كلمه ستارت هيبدا يحمل ملف التورنت. تمام، زي ما احنا شايفين بدا التحميل بدون اي مشاكل، وبرده لو نزلنا بالشريط اللي فوق هنلاقيه برده شغال معايا التحميل اهو. وصل هو بيعمل كونكتنج طبعا، فنصبر شويه لان تحميل التورنت بيختلف عن تحميل الملفات العاديه، بيعمل اتصال بسيرفرات وحاجات كده غريبه شويه، فاحنا نصبر شويه عشان يتم التحميل. طبعا هو ممكن ما يحملش معايا دلوقتي لان انا ساحب سرعه الانترنت في ان انا عامل شير لشاشه الموبايل على الكمبيوتر عشان اسجل لكم الدرس، فممكن ما يبداش التحميل. عموما لما بداش التحميل بتبقى المشكله مش في البرنامج، بتبقى المشكله في ملف التورنت نفسه او السيرفر اللي مرفوع عليه ملف التورنت. فيفضل ان انت تشوف ملف تاني او سيرفر تاني تحمل من عليه. زي ما قلنا لو عايزين نحذف بندوس على ريموف وديليت خلاص. تمام،
ده كان شرح بسيط لبرنامج الاي دي ام بلس النسخه المدفوعه. طبعا رابط تحميل البرنامج هيكون موجود اسفل الفيديو. في ناس هتسالني ما ينفعش احمل من جوجل كروم، يعني مثلا افتح جوجل كروم وادخل عليه وبعدين ابدا اعمل داونلود لاي حاجه مش هيشتغل معاك؟ ممكن يشتغل وممكن لا. فانت عشان تضمن التحميل بشكل سليم حمل من جوه التطبيق نفسه عن طريق المتصفح اللي انت شفته معانا جوه البرنامج دوت. لو في رابط تحميل بتاخده وتعمله كوبي وتحطه هنا وبتبدا تحمل منه عادي جدا. تمام، يا رب يكون موضوع النهارده سهل وبسيط بالنسبه لكم وتكونوا استفدتوا منه. رابط تحميل التطبيق هيكون موجود اسفل الفيديو. يا ريت لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد، وتعمل جوين الجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.